غنخدم معكم واحد البلاطو ديال المرايه وغادي نزوقوا بهاد هادو لي موتيف هادو ديال العود اللي كيكونوا هذا مزوقين بالليزر. دابا كنحتاجوا هاد الكوانات هادو راه كيتباعوا ب4 دراهم الوحده بحال دابا هادو كنسوا ب4 دراهم بحال دابا هذا عندي بلاطو مربع خديت 4 الكوانات ملي كنلصقهم كيجيو بحركه. من بعد غنوريكم لكم الطريقه ديال التلصاق. دابا انا بغيت نعطيكم غير فكره هاد البلاطو يقدر يجيو فيه هاد الكوانات ونقدروا ناخذوا هاد الباندات هادو هادو تما كيجيو زوينين. هادو راه هادو كيتباعوا 9 دراهم المتر. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش نلصقو. كنحتاجو هذا سيليكون ترونسبارون هو باش كنلصقو هاد الباغيطه تاعنا. كناخذو هاد لي باغيط الحرقه وكنحطو بحال دابا هكا باش ناخذ العبار. انا حيت ديجا مقطعاهم غنوريكم غير الطريقه باش ديرو هاد الكوانات. كتحطو بحال هكا وتحطو الاخر هكا وتجي قاده معاها وكتراسي هكا وكتسيلو بحال هكا وكنقطعو بالكويتير. كنقطعو بحال هكا بالكويتير كنحطو على هاد الشكل هكا. هادو انا ديجا قطعتهم هكا. دابا غندوزو الطريقة ديال التلصاق. دابا كناخدو الباغيطة الأولى الطرف الأول كناخدو السيليكون انا وضعته هنايا وغناخد بانسو حيت هو دابا هاد السيليكون مخصنيش نكتر منو باش مي يخرج ليا في المرايا حيت الا خرج ليا ما كيبقى بحال ملصقه. دابا كنحاول نوضع السيليكون هاكا ونمشي البلاصه العريضه هي اللي نضع فيها السيليكون. نشوف كان سرقيق ونخدم بيه نمشي بقى في هاد الوقت. صافي بعد ما درنا في السيليكون كامله بحال هكا صافي غنشدو غنلصقو في بلاصه نحطها بحال هكا. صافي نضغط عليها شويه وناخد الطرف الاخر سوا نفس الطريقه. خاصنا نلصق بعد ما كملنا دابا التلصاق كنفينيو بهاد ناخذ الكوطونتيج وكنفينيو اللي خرج لينا شويه السيليكون ولا شي حاجه بحال دابا هنا الرواص هنا راه هكا. صافي من بعد صافي هادي هو الشكل النهائي ديالو. نقدروا بحال دابا هنايا مع عندي هنايا الوردات فيهم هاد هنا الوسط هنايا هاد الحفاص نقدروا نديرو فيهم هاد لي زيستخاص بحال هكا. نقدروا نديرو لون واحد او جوج الوان. هادو كناخدو السيليكون بحال هكا نديرو فيه. صافي بعد ما لصقنا هاد لي زيستخاص كاملين هنايا فوق دوك الوردات صافي هادو هو الشكل النهائي.